من جديد، عادت التظاهرات الشعبية في المدن الإيرانية ضد السلطة الحاكمة في البلاد وسط انتشار مكثف لقوات الأمن التي استخدمت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، بالتزامن مع قطع خدمة الإنترنت عن الكثير من المدن. التظاهرات خرجت بعد أيام من قرار السلطات إعدام 3 أشخاص شاركوا في تظاهرات تشرين الثاني الماضي. واجهتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وبحملات اعتقال طالت العشرات من المتظاهرين. وهذا ما أكده الحرس الثوري الإيراني بمحافظة خراسان رضوي الذي أعلن اعتقال عدد ممن وصفهم بالمعارضين بتهمة نشر دعوات لتشجيع الناس على الاحتجاج في الشوارع. ناشطون تداولوا مقاطع مصورة تظهر اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين في مدينة بهبهان بمحافظة خوستان جنوبي البلاد، حيث أطلقت القوات الخاصة وقوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رددوا شعارات منددة بالسلطة وسياساتها التي تسببت بإفقار الشعب. كذلك أظهرت مقاطع أخرى تمركز قوات الأمن بشكل مكثف في مدن شيراز ومشهد وأصفهان وتبريز وبهبهان والعاصمة طهران ومناطق أخرى، حيث تم نشر هذه القوات إضافة إلى وحدات خاصة على الطرق العامة خاصة في المناطق الرئيسة والحيوية في هذه المدن. تزامنا مع عودة الاحتجاجات الشعبية، دعت مجموعة من الخبراء الحقوقيين في الأمم المتحدة إيران إلى إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق الأشخاص 3 لمشاركتهم في احتجاجات تشرين الثاني الماضي. الخبراء أكدوا أن 3 أدلوا باعترافاتهم بعد تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والتعليق رأسا على عقب من أقدامهم. كذلك حرموا من الرعاية الطبية والاتصال بمحام خلال الاستجوابات، ومنعوا من الوصول إلى ملفات قضيتهم أثناء المحاكمة.